أبو معروف ما بعرف شو بدي أقولك. كلامك مزبوط، أنا حاسة أبي متغير كتير، ما عاد مثل الأول. مدري شو بو ايه لك ناجية، ايه ما بعرف شو بدي لك، صرت عم خاف عليه كتير. قلبي محروق حرق عليه. لك ما بعرف شو صاير، المرض ولا الكبر، صاير عم يعمل شغلات بتخجل. شو عمل؟ تصوري لما كنا عند الدكتور، هذا الدكتور المحترم اللي بيحبه لأبوكي وبيحترمه، كان عنده ضيف، أبوكي شال ورقة وحطها بإيد الضيف، أما الضيف قرا الورقة ورجع على الدكتور حمدي من غير ما يحس أبوكي. حذري شو كاتب له فيها، ما تحط ثقتك بالدكتور حمدي. وأنا عملت مثل ما قلت، حرقت ورقة والورقة الثانية ليك. برافو عليك، تصرفتي صح، طاعة الأب من طاعة الرب. معك حق، بس يعني على هو حكيك وهو اللي عمله أبي، مسكين صاير عم يخربط كتير. شوف شوف شو كاتب فيها. الله يصلحني، يا ريتني أرجيتك الورقة الثانية قبل ما أحرقها. بس أنا متذكرة شو كاتب فيها. شو كاتب؟ عم يقول في الحجاب اللي بصدره مخبي فيه ورقة، وفي مصاري قال حاطط لي اياهم ببيتنا بتبع الضيعة القديم كتير كتير. خلصتي الفطور؟ ايه خلصت. طيب ناجي روحي حضري لي لعبه، انا باخذ له الفطور لسيدنا، انا بخدمه براسي. الله لا يحرمني منك ومن قلبك الطيب. لازم تنام لروح وارجع، حتى ما يطلع من تمك كلمة زي حد خربنا الدنيا.